ترانزيت ريسبونس سبيسيفيكيشن. لو جينا الان ركزنا احنا راح نركز كثير على السكند اوردر سيستم، راح نشوف ليش بنركز على السكند اوردر سيستم خصوصا الاندر دام سيستم. لو جينا ركزنا على السكند اوردر سيستم اندر دام، لو فرضنا هذا الامر فاينل فاليو على السيستم، راح نلاقي انه في عندي عدد من الاشياء مهمه في هذا الريسبونس. خلينا نطلع عليهم الان. خلينا نطلع على اول شيء هون. اول شيء هذا الفريكونسي تبع هاي السيجنال شو هي؟ سينوسويدال. هي سينوسويدال او الدام سينوسويد، بس الفريكونسي تبعتها ايش هي؟ احنا بنعرفه اندر دام. هذا اندر دام. شو هي الفريكونسي؟ ايش الرمز تبعها؟ رمزنا لها اوميجا. اوميجا دي. اوميجا دي. اذا الفريكونسي تبعت هذا السيستم، يعني لو انت اخذت من هون لهون، هذه أسميها time to peak، وهذه عبارة عن نص سايكل مضبوط في أوميجا دي. ها مضبوط، half a cycle of أوميجا دي، لأنه زيتا أوميجا إن وين بتبين معي؟ زيتا أوميجا إن في ديكي. ديكي تمام تمام. إذا الـ e to the minus zeta omega n t، يعني هذا اللي هون لو رسمناه بلون ثاني، هذا الديكي اللي موجود هون بيتبع e to the minus zeta omega n. إذا أوميجا إن زيتا أوميجا إن بتبين في الديكي هذا اللي موجود هون. الفريكونسي تبعت هاد هي أوميجا أوميجا تي. إذا هذا بنقدر نربطهم الآن إحنا هدول الأرقام زيتا أوميجا إن وأوميجا تي بالإس دومين أو الإس كين. راح أفترض إنه الكومبلكس كونجيكت بير 1 2 3 4 إيش لازم يكون؟ وين لازم يكون الثاني مباشرة؟ تحت تحت نفس المسافة. دائما اسمهم كومبلكس كونجيكت بير، لأنه كنا نقول دائما بلس ماينس جي، معامل جي هو نفسه بس بوزيتيف ونيجاتيف. نرسم خط من هون إذا هذا هون عندي الريل بارت تبع هذا هو زيتا أوميجا إن، والإيماجينري بارت هو أوميجا دي. إذا وين هون لازم تكون الأوميجا دي؟ حكينا الايماجينري فريكونسي تبعت هاي اللي هي جي اوميجا هي اوميجا دي مظبوط. وين لازم تكون اوميجا دي هون؟ وايش الطول اللي بيعطيني اوميجا دي؟ هذا ولا هذا؟ لا اوميجا دي هذا وعندي هذا اوميجا دي. طيب الريل بارت هو زيتا اوميجا ان، وين لازم تكون زيتا اوميجا ان؟ أوميجا دي شو كانت تساوي؟ تذكرين بعلاقة بالعلاقة بينها وبين أوميجا إن؟ أوميجا إن جذر زيتا سكوير. إذا محل أوميجا دي راح أحط أوميجا إن 1 ناقص زيتا سكوير. هذا مثلث قائم الزاوية، أكيد إنه قائم الزاوية مش هيك؟ إذا هذا الوتر كيف بقدر أطلع طوله؟ إذا الهايبوتنس شو بتساوي؟ بتساوي مربع هاد زائد مربع هاد تحت الجذر الترفيعي، مش هيك؟ اللي هو زيتا سكوير اوميجا ان سكوير زائد اوميجا ان سكوير، والجذر هذا هو مش هيك؟ لما بربع بصير عندي اوميجا ان سكوير 1 ناقص زيتا سكوير. خلينا نحاول نبسط هاي. عندي اوميجا ان سكوير هون اوميجا ان سكوير هون، مش بقدر اطلعهم برا؟ بصير برا عندي اوميجا ان، بعدين عندي هون زيتا سكوير زائد 1 ناقص زيتا سكوير. اذا الوتر هو هذه علاقه مهمه جدا. خلينا نطلع على شيء اخير كمان. هاي الزاويه بتهمني، بيتا راح اسميها انا بيتا.
بدي احاول اطلع العلاقه بين بيتا وزيتا. حاول اطلع العلاقه بين بيتا وزيتا. كوساين بيتا تان تان تان. ممكن اخذ التان بس في شيء اسهل. كوساين كوساين مش اسهل لك الكوساين؟ لانه طلع هذا هون زيتا اوميجا ان وهذا اوميجا ان. اذا زيتا اوميجا ان على اوميجا ان شو بتساوي اذا لا كوساين كوساين ويساوي زيتا. اذا هاي علاقه مهمه جدا. وطبعا العلاقه عكسيه مش هيك؟ لانه لما بتزيد الزاويه شو بصير بالكوساين تبعها؟ طيب بقل مش هيك؟ اذا كل ما زادت كل ما قلت كل ما زادت بيتا ايش عم بيصير بزيتا؟ كل ما زادت بيتا بتقل زيتا مش هيك؟ بقل فبزيد الاوفرشوت. كل على فكره ما طلعنا هون ايش كان يصير معنا؟ متذكرين؟ كانوا بدهم يتحركوا هيك عم بيزيد معي الاوفرشوت. فكل ما بطلع هون هون بزيد معي الاوفرشوت. وطبعا اوميجا ان بتزيد لان عمالي بتحرك بهذا الاتجاه فوقي بس تحركنا هذا الخط عمالي بتحرك بزيد اوميجا ان. اذا هاي علاقه مهمه بالنسبه لهدول الاثنين. رح اوقف الان هون اكمل المره الجايه.